وبنختم سلمى مثل ما تعودنا دائما يمكن اكثر الشغلات الشائعه اللي بيحاولوا الصبايا بشكل عام يسالوا ويستفسروا عنها لحتى ياخذوا اجابات منطقيه واجابات شافيه من اهل العلم مثل ما بنقول. واليوم كل سيده مع التقدم بالعمر سلمى في حاله خوف نوعا ما من اثار التقدم بالعمر، ان كان على الوجه على الشعر على اي تفصيل ممكن يسبب يمكن بعكس العمر الصح للمراه، هون بيكون في حاله خوف نوعا ما. صحيح فرح، اليوم رح نحكي عن تقنية اللي هي البلازما وحقن البلازما وأي الأعمار المناسبة لها، وهل فعلا كل ما تقدمنا بالعمر بخف الاستفادة أم لا، وغيرها من التفاصيل والإيجابيات والسلبيات رح تعرفنا عليها اختصاصية الجلدية جيهان إدريس. أهلا وسهلا فيك، يسعد أوقاتك. الله يسعدكم، صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا فيك. اليوم لما بنحكي عن البلازما يمكن صرنا نسمع بشكل كتير كبير بالفترة الأخيرة على البلازما وأهمية البلازما، خلينا نعرف بالأول شو هي ولأي درجة هي آمنة مشان نطمن كل الستات اللي بيحبوا يعملوا وياخذوا نتائج إيجابية بنفس الوقت. هلا بالبداية بنحب نعرف عن البلازما، هي عبارة عن سائل كهرماني لونه مايل للصفار، في مجموعة بروتينات وهو في كل مكونات الدم ما عدا الخلايا الحمراء لأنه لونه هو أصفر، يعني فيه كل مكونات الدم وفيه مجموعة من البروتينات وخلايا الجذعية وهي اللي بتجدد خلايا البشرة. كمان هي البلازما يعني ما عادت انه موضوعها بس انه هي اصلا اخترعوها للمفاصل للركاب، هي خلايا جذعية بتجدد خلايا، ما بالك اذا حطيناها لحنا بالبشرة تعطينا طبعا نتائج احلى واحسن يعني. طيب خلينا نحكي شوية تفاصيل عن هل هي بتناسب كل انواع البشرة، بتتقبلها بنفس الشكل او لا؟ هلا هي بتناسب كل البشرات، كل البشرات الحساسة الجافة، بس الجافة اللي مثلا إذا واحدة مع أكزيما بالبشرة بوجههم أو صدفية أو وردية ما بتتناسب معهم، إذا في حب شباب ما بتتناسب مع حب الشباب أبدا يعني، هذا عنده حب شباب تحكم له بلازم بالعكس بتضري. البشرات الثانية إذا عنا جفاف بالبشرة بتعطينا ترطيب، عنا تصبغات بالبشرة، عنا ندب ما بيحكوا عن الندب او علامات الجروح، هلا هي ما بتعطي فائده 100% بس هي بتعطينا فائده نوعا ما، لو نسبه بالنسبه للندب لو 20% بتعطينا. قد ايه ممكن نحتاج لجلسات معينه لحتى نحن نحس بنضاره البشره بالتغيير اللي بتطلبه كل سيده؟ احنا اقل شيء لازم نشتغل على 6 جلسات، بين كل جلسه وجلسه 15 يوم. بين كل جلسة وجلسة 15 يوم لحتى نحن نريح البشرة، لأنه نحن البشرة وقت بنعمل الجلسات بتتهيج. في عنا غازات ابار، عنا تورمات بصيروا بعد الجلسه مباشره، مشان هيك بنريح البشره غير 15 يوم، معكم 15 يوم للشهر فينا نعيد الجلسه. طيب نحن عاده كم جلسه بيحتاج الواحد لحتى يحس بالفرق ولا لا ممكن جلسه واحده يفرق عنا المريض؟ هلا بتختلف على حسب الحاله، يعني اذا انا مثلا عندنا وحده بشرتها كثير نضره ما عندها اي مشاكل بالبشره بنعمل لها جلسه واحده هي لزياده يعني بس البروتين او لزياده الفيتامينات ببشرتها، بس اذا كان عندنا مشاكل على حسب بقى المشكله كل ما احنا بنعمل عدد جلسات بنفرق. هلا في ناس بتكتفي على 4، في ناس بتكتفي على 6، هي طبيعه البشره هي اللي بتحكم. يعني انا بتجي المرضى بتقول لي قديش انا بدي اعمل عدد جلسات، لا انت اللي بدك تحكي لي مو انا، يعني انت كل ما بتشوفي حالك مستفيده وامورك تمام بس هي اكيد حتستفيد، يعني حتشوف حالة انه انا عم شوف فرق، انه انا ما بس مثلا وقت عم حط كريم عم حط ما عم شوف شيء، ما عم لاقي فائده، بس وقت عم بعمل عدد الجلسات عم شوف كل جلسه عم حس فعلا في فرق. مشان هيك احنا ما فينا نحكم على عدد الجلسات غير هو المريض نفسه اللي بيحكم. تمام، في اشخاص معينين ممكن تحذريهم من البلازما ممكن يكون هو عامل سلبي مو ايجابي مثل ما هم متوقعين؟ هو نادرا بس الناس اللي بيكون عندهم الحالات اللي بيكون عندهم شيء امراض بالدم بنقول لهم يعني يفضل انه ما يحقنوا بلازما لانه اصلا عندهم مشكله. العمر له دخل؟ العمر ابدا ما له دخل، يعني بس احنا فينا نقول من فوق ال 15 16 لانه الاطفال ما رح يتحملوا غزازة الابار وهي القصص. اصلا اذا بنقول صبايا بعمر ال 15 او ال 16 شو ممكن يعتازوا بالبلازما؟ يعني بتكون مثل ما بنقول البشره فتيه، البشره طفله لسه ما تعرضت يمكن لاي حاله اجهاض، حتى المكياج ممكن ما تكون تعرضت. هلا احيانا بتجيكي حالات بكون عندهم حالات فقر دم
يعني بتلاقي في هالة سوداء تحت، بنت عمرها 15 سنة بتلاقي في هالة سوداء تحت عيونها. والبلازما بتساعد كثير على موضوع الهالة السوداء، أو بيكون عندهم شحوب باللون بوجههم. يعني إحنا بنقول لهم إنه في ناس طبعاً بنمشيهم مع كورس دوائي، بنعطيهم حب، بنعطيهم تونكزيت، بنعطيهم حديد، بنعطيهم أوميغا 3، بنعطيهم دواء بالإضافة. طبعاً نطلب تحاليل عامة قبل ما نبلش. طبعاً البلازما. طبعاً مفروض هيك. طيب خلينا نحكي قديش بتضل تأثير البلازما، يعني اليوم أنا أخذت الكورس العلاجي لقديه بضل لحتى أرجع مرة تانية بدي أعمل البلازما، قديه بيأثر؟ هلا هو الموضوع أنه إحنا جسمنا مستهلك، أنه أنت بعد ما نعمل هاي الجلسات بإذن الله، يعني هنا عم تتحمل معنا سنتين تقريبا، عم تلاقي بشرتها حلوة ونضرة، بس في النهاية أنت جسمك مستهلك، عم تسهري، عم تتعبي، عم تشربي قهوة، يعني في عندك أطفال، العوامل الجوية، العوامل النفسية كلها بتلعب دور، بترجع بتمتص هذا الشيء اللي احنا حطيناه ببشرتك. يعني بالنهاية انه جسمك مستهلك، مشان هيك يعني يفضل احنا بنقول لهم بعد ما نخلص الكورس 6 جلسات انه احنا نعيد جلسة كل سنة مرة او كل 6 شهور مرة لنحافظ على هاي اللي احنا عملناه. طيب برأيك شو هي يمكن اكثر البشرات اللي بتتناسب وبتعطي نتائج ايجابية مع البلازما؟ هلا هي يعني البشرة العادية أكثر وحدة يعني هي اللي بتتناسب مع البلازما، بس طبعا اللي احنا عم نقول هي علاجية، معناتها إذا عندنا بشرة فيها عندها تصبغات، بشرة جافة، بشرة حساسة، كثير بتستجيب معنا، بس ما عدا مثل ما قلت لك إذا كان عندنا أمراض، يعني أمراض أكزيما أو صدفية بالبشرة نفضل أنه بعد، أو البشرة الدهنية نحن ضدها. طيب خلينا نحكي عن الفرق بين حقن البلازما وبين مواد أخرى. هلا حقن البلازما، المواد الاخرى هي الميثوثيرابي. هلا الميثوثيرابي هو مجموعه فيتامينات تنحقن مباشره بالبشره. البلازما هي خلايا جذعيه، يعني هي شيء وهي شيء، بس هن الاثنين اذا انحقنوا مع بعض بيعطوا نتائج كثير حلوه. يعني اذا جبنا بلازما وخلطناها مع فيتامين سي او مع فيتامين اي بتعطي نتائج كثير احلى. هي الفكره، يعني ما في فرق بين الاثنين لانه نفس طريقه الحقن، يعني او نفس طريقه مثلا كيف بدنا ندخلهم على البشره، نفس طريقه الادخال، يعني يا بالديرما بين، يا بالديرما رولر، يا مباشره بالانجكشن، يعني انه حقن. طيب كثير بنسمع، ما بنعرف اذا صح طبعا هذا الكلام، انه الاشخاص اللي بيعانوا من فقر الدم هن استجابتهم او استجابه بشرتهم ممكن تكون اقل من باقي الاشخاص، هل هذا الشيء صح؟ صحيح. لا يعني هن عندهم فقر دم، وبكون الدم عندهم ضعيف وضخ الدم ضعيف والحديد عندهم نازل، عشان هيك احنا يفضل دائما قبل حقن البلازما. اذا يعني هلا هسه تجيني وحده ما يعني باين ما عندها، لا عندها شحوب باللون، لا عندها هاله سوداء، بس حابه تيجي تعمل لها نضاره، احنا شوي بنحب نوفر على المريض انه ما في داعي نعمل له فحوصات او نعمل له تحاليل، بس وقت تجيكي وحده عندها هاله سوداويه وعندها شحوب باللون، يعني اكيد باين عندها مشكله، مشان يفضل اول شيء انه تعمل تحاليل، نعطيها الدواء المناسب لها، شوف كورسات حديد، كورسات دم، شو لازمها، بعدين نحقن لها بلازما. طيب دكتورة خلينا نحكي عن أهم النصائح اللي بتوجهيها لكل السيدات اللي بيحبوا يعملوا بلازما بمختلف الأعمار طبعاً وأنواع البشرة. هلأ إحنا بننصحهم قبل ما يعملوا بلازما بيومين ثلاثة، أقل شيء 3 أيام، يركزوا شوي على الفيتامينات تبعاتهم، على الفواكه اللي بدهم يأكلوها، على الخضار اللي بناكلها، نكتر شرب مي. إذا كانوا مثلاً إذا كان عندنا مرضى بياخدوا أسبرين، إنه يوقفوا الأسبرين قبل بيوم. بس هي النصائح اللي بنقول لهم اياهم قبل البلازما. بعد البلازما يفضل انه مثلا ما نغسل وشنا لمده 4 ساعات، ما نتعرض للشمس، نحاول ناخذ مضادات وزمه بس مو دوائيه، يعني ناكل اناناس، الاناناس مضاد وزمه طبيعي. بس هي الشغلات اللي بناخذها، ومن بعد عن اشعه الشمس لمده اسبوع قدر الامكان قد ما بنقدر. يعني اكيد بدنا نشكرك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ونتمنى لك نهار حلو. حبيبة قلبي الله يسعدكم يا رب. شكرا على الاستضافة اللطيفة. أهلا وسهلا، شكرا لك.